السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، هذا فيديو ديال اليوم غادي يكون شنو حضرت في الفطور انا واختي. بعض الاقتراحات اللي بساطين يعني كيوجدوا دغيا، حيت صراحة ما دخلنا الكوزينة حتى المول العصر، ووجدنا شي حاجات اللي خفافين اللي دغيا يوجدوا. المهم ما نطولش عليكم بالهضرة بزاف، وخليكم معايا تفرجوا الفيديو حتى الاخر. المهم اول حاجه بديت بها هي عصير ديال البربه، اللي غنحتاج هنايا نص سيترو ديال الليمون معصر، وعندي هنايا جوج ديال البربات كبارين اللي حكيتهم، وعندي هنايا جوج تفاحات كبار قطعتهم هكذا صغيورين صافي. وغنستعمل هنايا باش نحلي العصير ديالي، استعملت هنايا العسل، يمكنكم نتوما ما تستعملوش العسل، تستعملوا السكر او تخليوه هكذا طبيعي، يعني ما يكونش فيه الحلاوه. المهم انا يعني ما عملتش كميه كثيره ديال العصير، يعني عملت غير انا كيعجبني نشرب هذا العصير هذا، وكتشربوا معايا ماما، اما الباقيه كيشربوا عصير يعني عصير اخر. صافي دابا غادي ندوز باش غادي نطحن المكونات مع بعضياتها. صراحة هاد العصير غزال بزاف، مطهر للمعدة، غادي تحسوا بأن المعدة ديالكم يعني إذا كان عندكم شي مشكل فيها ولا شي حاجة غادي تحسوا بواحد الراحة من إذا داومتوا هاد العصير. أنا هاد العصير هذا ما كيخطانيش العام كله، كنزيد عليه خيزو، وهاد العصير راه ديجا كنت عملت عليه فيديو انه هو اللي حارب لي يعني فقر الدم، كان جاني فقر الدم قوي وما بغيتش نشرب زعما الدواء ديالو، وكنت كنشرب هاد العصير هذا وفريمون مشى لي فقر الدم نهائيا، لان البربة غنية بالحديد. وصراحة هاد العصير يعني واخا نعيا ما نهضر عليه، الفوائد اللي فيه يعني لا تعد تحصى. صافي غادي نحليه بالعسل، عملت هنا معلقه كبيره ديال العسل، انا قلت لكم تقدروا تخليوها هكذا بلا عسل، وتقدروا تعملوا الا بغيتوا تحليوها عملوا له عصير سكر، انا عملت له العسل كيعطي واحد المذاق غزال فيه. صافي غادي نطحنو، ومن موراها غادي نصفيه، لان هو كيبقى فيه داك هاد العصير هذا كيبقى فحال فيه التخت، يعني كاين اللي ما غيبغيش يشربوا بحال هذا. المهم انا صراحه كنشربو دائما هكذا، واخا كيكون ثقيل ما عنديش مشكل. المهم حيت دابا ما غنشربوش بوحدي، غنشربو انا وماما، قلت نصفيه وصافي. هذاك الشيء اللي غنصفيه ما غاديش نلوحو، غادي ناكلو غناكلو هكذا عادي، ولا يمكن لكم تزيدوا عليه عصير ديال البرتقال اللي عندكم وتشربوه، هيداك حتى يجي مزيون. صافي صافي دابا غادي ندخل العصير الثلاجه، وغادي ندوزو باش نحضروا البيتزا. هنايا عندي هنايا فلفلات مقطعين صغار، وعملناهم في يتحروا في الزيت، وهنا عندي شويه ديال الزيتون مقطع صغير، وعندي هنايا التون وشويه ديال الكفته وفخوماج. صافي هادو هما المكونات ديال البيتزا اللي غادي نعدلو. هنايا كنا ديجا حضرنا يعني خبيزات ديال البيتزا صغيرين، بحال هكذا قطعناهم صغيرين باش كل واحد كياخذ المقصود ديالو. وهنايا كنا محضرين قبل يعني لاصوص طوماط لي فريمون، هاد لاصوص طوماط كتجي غزاله ان شاء الله. حنا غنعمل معاكم كيفاش كنحضروها، كتجي فحال ديال المطاعم، كتجي غزاله. صافي دابا غادي نزوقوهم، غنعمروهم. كنا طيبناهم قبل يعني نص طيبه كيف ما كتعرفوا، وعملنا لهم لاصوص، وغنعملو لهم كفته، ونزوينوهم بشويه ديال الفلفله والفخوماج وزيتون مكحل. صافي غنعملو وحدين بالكفته، وعملو وحدين اخرين بالتون. هنايا ما تقاد ليا داك البابي كويسون، وشنو عملت عليه شويه ديال الطحين دردرتو فوق هادو ديال الحديد قبل مني طيت فيهم العجين ديالي. صافي ودابا ملي كتدخلوهم كيكونوا ديجا يعني ما غادي تلصق لكم حتى شي حاجه، يعني عادي. المهم صافي غادي نستمر هكذا يعني تنكمل البيتزات كاملين، ومن بعد غادي نعمل بيتزات اخرين اللي قلت لكم ديال التون.
فوالا حنايا حضرنا الطبلة ديالنا كيف ما كتشوفوا، هادو البيتزات ديال التون، وهادوك البيتزات ديال الكفتة، وهادوك اللي حداهم فطائر اللي ديجا جربتهم معاكم، وراهم هتلقاو الفيديو ديالهم في صندوق الوصف. كيجيو غزالين وفنين وكيتوجدوا في رمشة عين. وعندي هنايا الحريرة، وكاين هنايا هاد الشوربة هادي ديال القرع اللي غزالة وكتوجد في وقت قصير. ان شاء الله غادي نعمل لكم فيديو عليها، اللي فريمون غنية هاد الشوربة، يعني كتكون خفيفة وكتجي غزالة. وعندي هاد العصير حتى هو اللي ديجا حضرته معكم ديال الليمون والتفاح. صافي هذه هي الطبله ديالنا، فيها الشباكيه التمر والبيضات. هذا هو الفطور ديالنا، يعني الفطور المتواضع، ما فيه شي حاجه اللي كثيره اصلا. حنايا يعني ما كنكتروش بزاف في الماكله، بحال هكذا يعني بقاو عين ناكلو ناكلو ناكلو. اصلا الواحد خصو يخلي المعده ديالو ترتاح شويه، لان النهار كله هو صايم، ما خصوش ينزل على الماكله في دقه، يعني ياكل هادشي هذا ويصلي، ومن بعد عادي يقدر يتعشى ولا ياكل شي حاجه خفيفه. انا صراحه من الفطور ما غاديش نعاود ناكل حتى للسحور، الا كليت شي حاجه خفيفه مثلا بحال الديسر، اما العشاء ما نقدرش عليه، لان غادي نبقى ثقيله وما غاديش نكون مرتاحه وانا كنصلي ولا كنقرا القران. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وما كنتش طولت عليكم بزاف وهضرت بزاف ونفخت لكم راسكم بالهضره. لاول مره كيشاهد الفيديو ديالي، ما تنساش تخلي لي تعليق ديالك وتشترك في القناه وتضغط على زر الجرس اللي تحت باش يبقى يوصلك الجديد دائما. ديتكم على خير وبسلام عليكم.